الانسحاب الأمريكي من أفغانستان لن يقتصر على القوات المسلحة فقط، فالخروج من هذا النزاع الذي استمر نحو 20 عاما بدأ يشمل أيضا البعثة الدبلوماسية. ووفقا لمصادر حكومية خاصة، فأن غلق السفارة في كابول صار ممكنا في أي لحظة. علينا أن نسلم للأسف أن هذه التنظيمات وتحديدا القاعدة تستقطب أناسا في أفغانستان، وأتوقع أن يعود التنظيم ويقوم بأعمال بربرية ويهدد العالم. وفي ظل تسارع وتيرة استيلاء مقاتلي طالبان على مدن رئيسية لا تبعد كثيرا عن العاصمة، اعترف قادة البنتاغون أنها شكلت مفاجأة صادمة، وأن مسؤوليتها تقع بالدرجة الأولى على سوء أداء الجيش الأفغاني وعدم ولاء حكام بعض الأقاليم للحكومة المركزية برئاسة أشرف غاني. الحرب في أفغانستان لن تنتهي بمجرد انسحابنا. طالبان والقاعدة ستظهران مجددا حتى ولو لم نخرج. هذا النزاع يجب أن ينتهي بالنسبة إلينا، وعلينا مواصلة مكافحة إرهابهم عن بعد وبأقل خسائر. ويرى الكثير من الخبراء في واشنطن أن ما يحصل حاليا في أفغانستان يعيد إحياء مشهد سقوط السفارة الأمريكية في سايغون نهاية حرب فيتنام، وأن تحريك إدارة بايدن أكثر من 3000 عنصر من مشاة البحرية المارينز إلى مطار كابول هو لتفادي كارثة حذر منها البنتاغون. تتسارع أحداث أفغانستان لتضع الولايات المتحدة أمام تحديات أمنية كثيرة، ولعل أبرز التداعيات السياسية ستكون هنا في الداخل، مع بدء أعضاء في الكونغرس الأمريكي بتحميل الرئيس جو بايدن مسؤولية ما أسموه الفشل والسماح بعودة منظمات إرهابية للسيطرة على البلاد. جو تابت، سكاي نيوز عربية، واشنطن. شكرا لمتابعتكم. للمزيد اشتركوا في قناتنا على يوتيوب.